الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذه المحاضرة والتي في أحكام الزكاة، والتي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في التوجيه والإرشاد. فأشكر الإخوة في الرئاسة وفي توجيه والإرشاد على ترتيب وتنظيم هذه اللقاءات العلمية. أيها الإخوة، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة. وقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم من منع الزكاة، وقال أبو بكر كلمته المشهورة: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بالزكاة، كما في قول الله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والزكاة تجب في أربعة أصناف من الأموال: تجب في السائمة من بهيمة الأنعام، وتجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، وفي النقدين، وفي عروض التجارة. أما السائمة من بهيمة الأنعام فالمراد بالسائمة البهيمة التي ترعى العشب والكلأ أكثر السنة، فهذه تجب فيها الزكاة. أما المعلوفة التي تعلف أكثر السنة فهذه لا زكاة فيها عند جمهور الفقهاء. إذن الزكاة إنما تجب في السائمة من بهيمة الأنعام. وتفاصيل زكاة السائمة مذكورة في كتب الفقه وفي شروح الأحاديث ومفصلة، ومتى تجب وأنصباؤها والمقدار الواجب فيها ونحو ذلك، كل ذلك مذكور تفاصيله في كتب أهل العلم. وأما الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فتجب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار، فالحبوب كلها تجب فيها الزكاة، وكذلك أيضا الثمار تجب فيما يكال ويدخر منها، وتجب فيها عند تجب الزكاة في الحب عند حصاده، وفي الثمار كذلك أيضا عند بدو الصلاح فيه وقطفه فتجب فيه الزكاة. وتجب الزكاة في الخارج من الأرض العشر فيما سقي بلا مؤونة ولا كلفة، كالذي يسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون، أو أنه يشرب من الأرض بعروقه ونحو ذلك، فتجب العشر أي 10%. ويجب نصف العشر فيما كان يسقى بمؤونة وكلفة، كالذي يسقى بالمكائن ونحو ذلك، فتجب 5%، نصف العشر تعادل 5%. وبناء على ذلك فالحبوب والثمار التي تسقى بمياه المكائن والغطاسات والدينمو ونحو ذلك فهذه الواجب فيها نصف العشر، يعني 5%، وذلك إذا بلغت نصابا. والنصاب هو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع، وهي تعادل بالتقديرات المعاصرة 612 كيلو جرام. وعلى ذلك فمن كان عنده هذا المقدار وجب عليه أن يخرج زكاته إما 10% أو 5% على التفصيل السابق. وأما بالنسبة للنقدين فالمقصود بالنقدين الذهب والفضة، وفي معناها الأوراق النقدية. فالذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، ونصاب الزكاة في الذهب 85 جراما، وفي الفضة 595 جراما. وكذلك أيضا تجب الزكاة في الأوراق النقدية، سواء كانت ريالات أو جنيهات أو دولارات أو غير ذلك من الأوراق النقدية.
ونصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب والفضة على ما أقرته المجامع الفقهية والهيئات العلمية وكثير من العلماء المعاصرين. والذهب في وقتنا الحاضر أرخص من الفضة بكثير، وعلى ذلك فيكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. معنى ذلك ننظر لسعر الجرام من الفضة مثلا بالريال ونضربه في 595 فيخرج لنا نصاب الأوراق النقدية، ومعنى ذلك أنه غير ثابت وإنما يتذبذب تبعا لتذبذب أسعار الفضة. النقود إذا بلغت نصابا وجب فيها الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي لأجله ادخرت، حتى لو ادخرت هذا المبلغ النقدي لزواج، أو ادخرته للنفقة، أو ادخرته لبناء مسكن، أو ادخرته لأي غرض من الأغراض، ما دام قد بلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب عليك أن تزكيه. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة وهي زكاة الدخل الشهري. الدخل الشهري كيف يزكى؟ إذا كان الإنسان لا يدخر من مرتبه شيئا هذا لا زكاة عليه، أما إذا كان يدخر من مرتبه شيئا وكان هذا المدخر يبلغ نصابا فيجب عليه أن يزكيه. ولزكاة الدخل الشهري عدة طرق، من أبرزها أولا أنه يطلب كشف حساب بنكي ويحصي ما الذي صرف وما الذي ادخر ويزكي المبلغ المدخر الذي حال عليه الحول. الطريقة الثانية أن يطلب كشف حساب بنكي لمدة سنة وينظر لأدنى رصيد وأقل رصيد فيزكيه، لأن هذا هو الذي قد حال عليه الحول. الطريقة الثالثة وهي أسهل الطرق وهي التي يسلكها كثير من الناس اليوم هي أن يجعل له تاريخا معينا في السنة، ونفترض مثلا أنه 1 رمضان، يزكي فيه جميع رصيده سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول. ما حال عليه الحول أمره ظاهر، وما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة جائز وقد وردت به السنة. وعلى ذلك لا ينظروا لزكاة رصيده إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى هذا التاريخ زكى جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. هذه هي طريقة زكاة الدخل الشهري. وأما بالنسبة لعروض التجارة فهي كل ما أعد للتجارة طلبا للربح والتكسب، فهذه تجب فيها الزكاة، سواء كانت عقارات أو كانت سلعا أو غير ذلك من التجارة. فعلى ذلك أصحاب المحلات والدكاكين والتموينات ونحو ذلك يجب عليهم أن يزكوها، وذلك بأن يجردوها عند تمام الحول، يجرد صاحب المحل البضاعة التي في المحل المعدة للبيع كأنه يريد أن يصفي، ويخرج ربع العشر 2.5%، هذه هي طريقة زكاتها. وهذا يقودنا إلى زكاة الأراضي، فهل تجب الزكاة في الأرض التي يملكها الإنسان؟ الجواب أن زكاة الأرض مرتبطة بنية المالك، فنقول لمالك هذه الأرض ماذا تريد؟ ماذا تريد بهذه الأرض؟ ماذا تنوي بها؟ فإن كان لم يرد بها التجارة وإنما أراد أن يبني عليها مسكناً، أو أراد أن يبني عليها عقارا لتأجيره، فهذه لا زكاة فيها. وكذلك أيضا إذا لم يجزم بنية البيع للتجارة وإنما كان مترددا، تارة يقول أريد أن أبنيها، تارة يقول أريد أن أجعلها استراحة، تارة يقول أن أريد أن أبيعها، فهو متردد في النية، فهذه الأرض أيضا لا زكاة فيها. أما إذا جزم بنية البيع طلبا الربح والتكسب إما في الحال أو في المستقبل فهذه تجب فيها الزكاة، يجب عليه أن يقيم هذه الأرض عند تمام الحول ويخرج ربع عشر قيمتها، يخرج 2.5%. لكن إذا أراد ببيع الأرض لم يرد التجارة وإنما باعها لحاجته للسيولة، لحاجته للنقد،
ولم يرد بذلك التكسب، أو أراد من بيع الأرض التخلص بأن كانت في مكان غير مناسب، أو أراد أن ينقلها إلى مكان آخر أو نحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها، لأنه حتى تجب فيها الزكاة لا بد أن ينوي بها التربح والتكسب. والله تعالى فرق بين التجارة والبيع، فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فليس كل من عرض الأرض للبيع تجب فيها الزكاة، وإنما الأرض التي تجب فيها الزكاة هي التي تعرض للبيع بقصد التربح والتكسب. فهذه هي طريقة زكاة الأراضي. وأما الحلي الذي تلبسه المرأة، ما كان معدا للزينة وللاستعمال فهذا لا زكاة فيه، في قول أكثر الفقهاء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المنقول عن أكثر الصحابة، ولم يخالف في ذلك سوى الحنفية، وجميع ما استدلوا به لا يثبت من جهات الصناعة الحديثية، كما قال الإمام الترمذي رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى ذلك فالحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة هذا لا زكاة فيه. أيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها والمتعلقة بالزكاة، زكاة الدين. وهنا الكلام عن زكاة الدين في مسألتين: المسألة الأولى زكاة الدائن، والمسألة الثانية زكاة المدين. أما بالنسبة للدائن، يعني الذي له دين في ذمم الآخرين، فهل يجب عليه أن يزكي هذا الدين؟ الجواب أن في هذا تفصيلا، فإن كان المدين مليئا باذلا، يعني متى ما طلبت الدين سدد لك، فهذا تجب فيه الزكاة، لأنه في حكم المال المملوك لك. أما إذا كان المدين معسرا فلا تجب الزكاة في هذا الدين. وهكذا أيضا إذا كان المدين قادرا لكنه كان مماطلا فلا تجب الزكاة أيضا في هذا الدين. يعني دين لك عند إنسان وكلما طلبته ماطل بك، وكل مرة يأتي لك بعذر، هذا لا تجب زكاته، لأن هذا الدين قد يرجع لك وقد لا يرجع، فلا تجب فيه الزكاة. فالزكاة إذن إنما تجب في الدين الذي لك إذا كان المدين مليئا باذلا، أما إذا كان معسرا أو مماطلا فلا تجب فيه الزكاة. أما بالنسبة للديون التي على الإنسان، فهل لهذه الديون أثر على الزكاة؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أن الدين الحال له أثر على الزكاة. فإذا كان عليك دين حال أنت مطالب بسداده، فلك أن تخصمه من المبلغ الذي من المال الذي تريد أن تزكيه. مثال ذلك: عندك 100,000 ريال وحال عليها الحول، وعليك قسط حال مطلوب منك أن تسدده بمقدار 20,000، فمعنى ذلك تخصم 20,000 من 100,000 وتزكي 80,000، ولا يلزمك أن تزكي 100,000. لماذا؟ لأن هذه 20,000 هي في الحقيقة ليست ملكا لك، وإنما هي ملك للدائن، ويجب عليك أن تسدد هذا المبلغ الدائن. ولأن هذا الدين أيضا يمنع من وجوب الحج، فكذلك أيضا يمنع من الزكاة. فالدين الحال له أثر على الزكاة، لكن بشرط أن يكون هذا الدين حالا. أما الدين المؤجل فلا أثر له على الزكاة في أرجح أقوال أهل العلم. وأما بالنسبة للديون المقسطة التي للإنسان في ذمم الآخرين، فهل تجب الزكاة فيها أو لا تجب؟ هذه المسألة من المسائل الكبيرة والتي وقع فيها خلاف كثير بين أهل العلم، وأرجح الأقوال فيها هو القول الذي أقره المجمع الفقهي برابط العالم الإسلامي، وأيضا هيئة المراجعة والمحاسبة والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو أعدل الأقوال، وهو أن الزكاة إنما تجب في رأس المال وفي ربح السنة الحالية
دون أرباح بقية السنوات. هذا القول هو أعدل الأقوال، لأن القول في إيجاب الزكاة في جميع السنوات ربما يؤدي إلى الإضرار ببعض أرباب الأموال. هناك شركات تقصير لو قيل بأنه يجب عليها أن تزكي جميع الديون التي لها في ذمم الآخرين عن جميع السنوات، فسيؤدي هذا إلى إفلاس تلك الشركات. وأيضا القول بعدم إيجاب الزكاة فيها مع أنها تجارة رائجة وفيها شركات تقوم عليها، وهذا أيضا قول لا يستقيم. ولذلك فأعدل الأقوال هو القول بأنها تجب الزكاة في رأس المال وفي ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات. ومسائل الزكاة كثيرة، على المسلم أن يسأل عما يشكل عليه من مسائلها وأحكامها، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أشكل عليك شيء متعلق بأحكام الزكاة فعليك أن تسأل. أقول هذا لأن بعض الناس لا يسأل ويخشى أن يسأل فيفتى بوجوب الزكاة عليه فيشق ذلك عليه، وهذا لا يعفيه ولا هذا لا يبرئ ذمته ولا يعفيه من المسؤولية، بل الواجب على المسلم أن يسأل وأن يكون على بينة من أمره. فما أفتي فيه بوجوب الزكاة فيجب عليه أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.